هلا اول شيء نحن اخترنا اول شيء الصابون الغاز، لان هو احياء التراث يعني اجدادنا، وحبينا نحن نجدده. انا محمد، انا معاق مصريين، عمري 36 سنه، مقيمه من هون، من معاق مصريين. نحن 20 وحده، انا من شرفية على 10، انه نحن نساء وعاقلات على العمل، واكثرتنا ناجحات ومهجرات. هلا ما بقدر انا وحده ثانيه من معاق مصريين. هلا اول شيء نحن اخترنا اول شيء الصابون الغاز، لان هو احياء التراث يعني اجدادنا، وحبينا نحن نجدده. وهو بيستعمل هو اكثر شيء في البيوت، هو اكثر شيء استعماله، يعني شغلي انه حبينا يعني نعيدها بشكل جديد ورونق جديد، طبعا هي كانت تراث لاجدادنا. جدا الفكرة انه نحن نعمل مشروع صغير او شركة صغيرة، لانه اول شيء انه نصنع فيها الصابون، يعني على شكل مبادرة. ايه استأجرنا بيت وجبنا مواد اولية وبلشنا بالشغل. هلا نحن كل نهار بنطبخ طبختين. الأول شيء نحن اختصينا أكثر شيء بصابون الغار، هو يعني أكثر شيء هلا اللي عم بطبخه. بعدين نحن بنطبخ صابون تجميلي للبشرة، وبنزيد بنضيف له زيوت، حبة سوداء، زيوت النرجس، زيوت زيت جوز الهند. يعني نحن صار عندنا خبرة، بما إنه نحن يعني صرنا سنة فاتحين المشروع. هلا نحن بصناعة الصابون كمان تطلب منا انه نصنع اكياس خيش ونشتغل بالتطريز. هلا نحن في هون كمان بنات بيناتنا بيشتغلوا بالتطريز، علموا البنات الباقي، واشتغلنا اكياس تطريز باشكال كثير حلوه ورونقه وكثير ممتازه. هلا الشغلات ايجابية انه نحن اول شيء انه اكتسبنا خبرة يعني مهنة، وثاني شيء يعني انه المادة انه ما بس وحدة تقتصر بس على زوجة، وهيك صار انها مدخول مادي، صار انها عمل مو بس انه نحن نساء بس للبيت ولل يعني انه ست بيت. والاشياء السلبيه انه بس المركز اللي نحن عم نشتغل فيه، يعني المكان عم نشتغل فيه هو كثير ضيق، لان نحن ما بيستقبل انه 20 وحده نكون موجودين، لان المكان كثير صغير. بتمنى يكون المكان اكبر من هيك. هلا اول شيء انه حلم بيتصل مو بس علي وعلى 20 نحن الطبيعي الموجودين هون، انه يتطور مركزنا ويصير اسمنا الشركه، يعني انه اكبر من هيك وننتج اكثر من هيك، ويكون عندنا عده مراكز، يعني مو بس مقتصره هون بمعارف مصري، بكل منطقه، لان كل وحده فينا نحن صارت فينا تدرب 20 وحده. خلص اللوحه دخلت، خلص نظام يعني.